للأسف الشديد عندما ظهر الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدا، لكن الربيع العربي دمر المجتمعات والعربية، ومصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وعلى شعبها. نحن نعتز باستقرار مصر، لأن هذا يهمنا، كذلك نحن كرواتيا وكذلك الاتحاد الأوروبي. عندنا علاقة جيدة مع الدول العربية وكذلك مع إسرائيل. أنا لا أريد أن أقيم علاقات، أنا فقط أريد أن أفتح أبواب للتعاون المشترك. مرة ثانية سيد الرئيس، أدعوكم في أقرب الوقت أن تكونوا ضيفا لي، وسيكون شرف عظيم لي، لأنكم وضعتم معايير عالية في الاستقبال، وأنا لا أعرف هل سنستطيع أن نبلي رغباتكم.